السلام عليكم ورحمة الله. وصفتنا اليوم الرسم على الجلاتين أو النحت على الجلاتين. بسم الله نبدأ. لأمل الجلي بنحتاج لثلاثة ملاعق جلاتين حلال، وربع كوب ماء لتذويب الجلاتين، وثلاثة أكواب ماء. على النار يغلق، وبنضيف نص كوب سكر، وبعد ذوبان السكر بنضيف الجيلاتين، وبنطفي النار ونحرك المزيج لحد ما نتأكد من ذوبان كل حبيبات الجيلاتين. وبنوزع الجيلاتين في كاسات الرسم. لأمل خليط الرسم بنحتاج لعلبة حليب مكثف أو الحليب المحلى، وملعقة كبيرة جيلاتين، وربع كوب ماء، ونص كوب كريمة سائلة. بنمزجهم مع بعض، وبنحط ماء للجيلاتين. بنسخن الحليب المكثف مع الكريمة، نذوب الجيلاتين في الميكروويف. وبنضيف الجيلاتين للمزيج، ونصفي المزيج بمصفاة ناعمة، للرسم بنلون المزيج بألوان حسب الرغبة أو حسب الأشكال اللي حابين نعملها. بناخد اللون الأبيض، زي ما شايفين بنوزع الخليط الأبيض. حسب الأشكال اللي انتو حابين تعملوها، واللون البينك هعمل صفق، بندخل الحقنة لتحت وبنسحب، بس ننتبه ما نسل القاع تحت الكاسة. صراحة الطريقة جميلة وممتعة. أتمنى يكون التصوير واضح عشان أوضح لكم الفكرة.
بندخل الحقنة وبنسحبها وبننزل عليه المزيج. بعد ربع ساعة حطيت جلي ملون لون بني.